تخيل انت مشيت لدولة، الدولة اللي بتتكلم فيها فرنسي وانت بتتكلم يا عربي وانجليزي، هتعمل شنو؟ دي بتجدد الحياة حضارة ليلى. مشيت لدولة اسمها بنين، او في ناس بيقول لها بنن، او في ناس، المهم الناس عندهم ليهم مسميات كتير، انا بقول لها بنين. بنين عبارة عن دولة في غرب افريقيا، هي واحدة من المستعمرات الفرنسية، وبعد ذاك نالت استقلالها، لكن لسه اللغة الرسمية بتاعتها هي اللغة الفرنسية. انا وصلت هناك كيف؟ واحدة من الحياة اللي حصلت في انه لقيت شغل في دولة تانية اسمها سيراليون. إذا ما عارفين حاجة عن سيراليون، في فيديو أنا عملته عن سيراليون، هعمل لكم لينك فيه برضو. سيراليون هي دولة برضو في غرب أفريقيا، وعندها تاريخ طويل شهير، رغم إن هي دولة صغيرة، لكن هي زمان كانت آخر مكان بيشيلوا منه السليفز أو العبيد لمثلا أمريكا. فحتى في مكان مشهور هناك منه كانوا الناس بيخشوا الموية وبعدين بيركبوها السفن وبعدين بيمشوا على أمريكا. مهم كلام كتير. فشغلنا شغل هناك في سيراليون، وجيت بذكر لحد حاسس الكلام ده هو وقت الكورونا 2021، على نهاية 2021 أو على نص بداية 2021 actually، صح يا أحمد؟ ولا 2022، لأنه 2021 مشيت معمل ستاك، أنا كنت في السودان الوقت ذاك عشان أقوم أعمل إجراءات حقتي، فمشيت أعمل فحص الكورونا. قاعد بذكر لحد هسه الدكتورة جات اسمك منو؟ قلت لها أحمد السير. ماشي وين؟ قلت لها ماشي بنين، بعد ذاك سيراليون. نعم قالت لي. دي مدن ولا دول؟ قلت لها لا دول، اول مره اسمع بها والله. انت مهندس؟ قالت لي صح. قلت لها انا مهندس. ليش شنو؟ لكن قالت لي اصلا المهندسين دول هم الناس اللي بيمشوا محلات ما معروفه كده. انت لا طيب شكرا جزيلا، انت جزاك الله خير. شلت الفحص بتاعي وحجزت السكيره بتاعتي، او هو ما حجز السكيره بتاعتي في بنين، حجزوا لي تذكره لنفس الشغل، وبرضه عملوا لي الفيزا، ركبتها ومشيت بنين. بس كان لحد حسي اول ما وصلت، اول حاجه لاحظتها ان هي دوله على الشاطئ، فالمحيط جنبك طوالي، فحتى من الامان بكون سامع الصوت بتاع المويه بالليل مثلا، إذا كنت ساكن جنب المحيط ده. الحي الأولى، الحي الثاني شوارع نظيفة خالص. الحي الثالثة، واحدة من الدول الأفريقية بيستخدم المواتر في المواصلات بتاعتهم، فهم عندهم مواصلات بس ما كثيرة، لكن معظم الناس بيستخدم المواتر إذا تمشي من طائف للمطبع. بنين للناس اللي عندهم اهتمام بالتاريخ معروفة شيء، لأنه بريطانيا سرقت منها حاجة اسمها بنين برونز، اللي هو بنين برونز دي كانت واحدة كان عبارة عن منحوتات عاملينها بالبرونز في الامباير، كان اسمها شنو؟ امبراطورية نيجيريا تقريبا. امبراطورية نيجيريا كانت في بنين، وحسي في نيجيريا وفي بنين، فمختلفين حبتين. لما جو البريطانية حصلت مشكلة بينه وبين رئيس القبيلة، والبريطانيين عندهم البنادق، فقاموا بيزكلي قتلوا الناس كلها، شالوا البرونز وتخرجوا وشدوه وودوه هناك. فحسي معروض في كمية من المتاحف، وحسي في مشكلة كبيرة شديد فيه انه كيف البرونز بتاع بنين يرجع تاني لبنين، او المهم الدولة تستفيد منه. المهم علينا، وصلت بنين. تاني يوم الصباحية بقيت مشكلتي في انه انا ما عندي قروش، فمعظم يقولش انا عندي عدد الدولار وانا احولها ليه الفرنك بتاعهم اللي هو سيفا بسموه. فجيت داير امشي للمطار، لانه المطار المكان الوحيد اللي انت ممكن تحول منه القروش بتاعتك. فجيت لبتاع الموتر، فدار اقول له انه والله يا اخي انا داير امشي المطار. قلت له can you take me to the airport؟ قام قال لي what؟ ممكن توديني المطار؟ what؟ طيب شغلت له جوجل ماب، جوجل ترانسليت، وريته هنا، وريته الشكل، وريته كلام مكتوب بالفرنسي. هو ما بيقرا فرنسي كمان، هو بيسمع فرنسي بس بيفهم فرنسي لكن ما بيقرا فرنسي. ففي النهايه قمت قلت له لابورت، ولا المهم بدات انطق فيها لابورت لابورت، لا اي حاجه، ما في اي حاجه. النهاية قمت قلت له I want to go to، قال لي لابورت، قلت له بس لابورت دزارت. فالمهم مشينا حولنا حياتي وجيت راجع، وبعد ذلك بديت الشغل. واحدة من الحاجات اللي كانت مشكلة كبيرة اللي هو بيزك اللغة، تعاملي مع الناس معظمهم كان في انه يا اما عرفت لي ناس بيعرفوا انجليزي وخلاص بدينا انا بتعامل معاهم، او باشر على الناس الحاجات عشان كده. زي ما يقول لي احمد طيب انت تعلمت الفرنسي ليش؟ مشكلة تعلم الفرنسي في الوقت ده انا كنت نازل مع شركة جديدة وكان عندي شهر واحد بس، فالشهر ده هل انا اقضيه في انه اتعلم لي حاجة جديدة ولا في انه اشوف الشركة كده دايرة شنو؟ واخترت انه انا مركز على الشركة هداية عشان، فما تعلمت حرفيا فرنسي، فبس كنت مواصل هنا. واحدة من الحاجات اللي اكتشفتها انها موجودة في بنين زلابية، عندهم زلابية ممتازة شديد. واحدة برضو من الحاجات اللي بتلاحظها لما تمشي العاصمة، اذا مشيت على جهة المحيط عندهم كمية من البنايات الجديدة وعندهم ساحل ممتاز شديد. وانا ماشي فيا قلت لي طيارة قاعدة في الساحل، طيارة صارت حرفيا طيارة قاعدة هذيك. هل عارف انه الطيارة دي جابت هنا شنو؟ فانت حرفيا ممكن تمشي جنب الطياره، ممكن تمشي بتحتها، ممكن تعمل حاجه تعملها، ما في شغل بالموضوع الشغله. فاكتشفت ان دي طياره وجاوا خدتوها هنا، قالوا انه خدتوها في الساحل كده، واي نوت يعني.
الحياة في بنين صراحة هي فيها إنه هي كويسة لأن هي دولة متطورة، يعني ما من الدول اللي ممكن تقول إن هي فقيرة شديد، فقيرة لكن ما فقيرة شديد، وبنيتها التحتية ما كعبة، حتى شغالين على إنه يحسوا البنية التحتية بتاعتها تقريبا. واحدة من الحاجات الكبيرة شيء إن هي بورت كويس أو هنا ميناء كويس بالنسبة لدول غرب أفريقيا، ففيها خدمات للتوصيل ممتازة شديد. ما فيها، هي لأنها ما دولة كبيرة فبالتالي ما فيها أسواق كبيرة شديد، يعني ما حتى احتمال يكون في ناس كده شديد ما سمعوا ببنين أصلا قبل كده. العملة بتاعتي هي السيفا أو الفرنك، لأن دي الدول بتاعت غرب أفريقيا كلهم شغالين بالفرنك كان زمان بتاع فرنسا، هسي بقى فرنك لكل، حتى رواندا إذا متذكرين كانت بالفرنك. فالمهم دي 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 بنين صراحة كانت دولة أنا ما بقول ده، أنا بقول مغامرة في دولة كانت غريبة شديد. هل أنا ممكن أمشي لها تاني؟ صعب شديد لأنه حتى الجو بتاعها ما أفضل حين، أنا الجو بتاعها ساحلي فبالتالي مع الشمس بيكون والهيوميديتي أو الرطوبة بتلقى إنه الوطن زي كأنك أنت قاعد جوا فرن، تمام؟ وفي الشتاء أنا ما حضرتش ده، أنا حضرت شهر واحد بس، فده كان الوقت، فالوقت كله أنا بكون معرق. فالصباح على ميزه بتخش الحمام بتطلع زي بورسلان. بورسلان لما تطلع دائما وقت الشتاء او وقت الصيف، هي نفسها بورسلان وقت الصيف هي عباره عن بنين وقت الصيف، ما في اي فريق كبير شديد بيناتهم، لكن ناسهم طيبين كالعاده. ايجاراتهم ما غاليه شديد، لكن على الاقل الدوله اذا انت متحمس انك تمشي تلاقي حاجه مختلفه بنين. لانهم برضو عندهم الحضاره او عندهم المعتقدات الفرنسيه، طريقه البناء بتاعتهم مختلفه، حتى الاكل الاخير اللي لقيت العيش المطاول الطويل لك المذكرين بتاع الفرنسيين ذاك، فبتمشي تشتريه عادي من اي مكان. الصباحيات عندهم يوم حلو السندوتشات وحلو شكل، نحن السندوتشات بتاعتنا اللي هو الفول والطعميه، السندوتشات بتاعتهم بيض. عندهم ثاني سندوتش عشان يا احمد يا بيض ولبن. اكتشفت حاجه اللي هو حاجه اسمها الايفابوريتنج ميلك، اللي هو ميلك سايل اللي هو لبن سايل، اول مره اشوفه في حياتي، تمام؟ ما اللبن بتاعنا العادي ده، لانه في حاجه بين اللبن البودره وبين اللبن بتاعنا، اذا فتشت عنه او ممكن اعمل لينك للصوره بتاعته. فالايفابوريتنج ده الايفابوريت ميلك ده طعمه مختلف صراحه، يعني انا ما عارف ليش يسموه ميلك ليش، بس المهم هي بيعملوها مع الشاي. فالصباحيه تيبيكلي انا بمشي لاي اي اي محل بتاع سندوتشات باخذ منه ساندويتش بتاع بيض واللبن صباحيا، انا ما بعرف انا بسوق وبطلع باك بشتري منهم الحاجتين ديل، بقعد باكل اكلي، خلصت الاكل بشيل حياتي وبشيل الشغل، انتهي من الشغل بدي راجع البيت بعمل اكلي، اذا دار اعمل اكل بطلع بتونس مع صحباننا او كذا وبجي راجع ثاني. عندهم سمك ممتاز، عندهم اكلات ساحليه ممتازه شيء، رغم انه لانه كان تبع الشغل فمعظم المطاعم اللي كان مشينا كانت غاليه حبتين، لكنه كلهم كان رهيب. وغير كذا المكان بتاعهم رهيب، لانه مكاناتنا بتكون على الساحل، فانت بتاكل بتشوف الهواء بتاع المحيط بيجي عليك، رغم انه مرات بيجي هواء بالملح بتاعه، يعني انت حرفيا انا بتذكر ان احنا طلعنا مره اكلنا بعد ما انتهينا من الاكل، انا من عملت كده كان في ملح في يدي. دوله المهم عجيبه غريبه فرنسيه، فتعلم اللغه الفرنسيه قبل ما تمشي هناك، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو، والمره الجايه ان شاء الله دوله جديده. مع السلامه.